peaceful. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم هؤلاء عبادك وإماؤك اجتمعوا في هذا المكان اللهم اشرح صدورهم للإسلام ونور قلوبهم بالإيمان اللهم اشرح صدورهم للإسلام ونور قلوبهم للإيمان اللهم إنا نسألك لإخواننا المسلمين في الهند التوفيق والسداد اللهم احفظهم يا حي يا قيوم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم واجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين إخواني في نهاية هذه الكلمة أشكر قناة السلام والقائمين عليها والداعمين لها والمشاركين فيها وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قدموا صحة في أبدانهم وسعة في أرزاقهم ورفعة في درجاتهم وصلاحا في ذرياتهم ومغفرة لخطاياهم وسيئاتهم إنه جواد كريم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. The assistance of Sheikh Salah Al-Budair, Imam of Masjid Al-Nabbi, have informed me that he would like to make a small token presentation to Dr. Zakir Naik for his efforts. In fact, I would appreciate if all our audience gives a standing ovation to both our imams from Masjid al-Nabvi and Masjid al-Aqsa, as well as all the distinguished speakers who have taken trouble to come from all the various countries of the world. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jazakumullah khairan. Inshallah, we see you in the future programs of the Islamic Research Foundation and other programs of presentation of Islam and bringing about a better understanding of Islam and peace in the world. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.